ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. في كتاب الله سبحانه وتعالى تدبروا مش ساكت. ربنا قال ليتدبروا آياته. تدبر القرآن تحفظوا الآية قال شنو بيشرح وليه وكذا. بعد ذلك تجد أول تبدأ زي ما بدأ الأنبياء الأنبياء بدوا بشنو؟ بدوا بالتوحيد. لأنه أنت لو حفظت القرآن كله زي ما حصلوا الصوفية دي حافظين القرآن حافظين، لكن واحد زي الشريط ما في حاجة ما بوا الروح حافظ شنو؟ حافظ القرآن وبيدعو غير الله سبحانه وتعالى. ده زي الحمار ما عنده فهم. فشنو الزول ما يكون كده؟ يكون انه شنو زي ما قلت لك يبتغي وجه الله سبحانه وتعالى، واول ما يدعو يدعو للتوحيد. لانه الرسول قال لي معاذ حديث معاذ قال له فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله، وفي روايه ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله. يعني في النهايه يدعو يبدو بالتوحيد الاهم ثم الاهم الاهم التوحيد. لانه ما ممكن زول مشرك بنادي غير الله تجد يقول له يا اخ صلاتك دي انا شايفك مقطعها. وقد ايه مقطعها ومقطعها شنو؟ وذول مشرك توروا العقيده ده فاهم يا جماعه. او ذول بنادي غير الله مشرك شايل له ذبحه تقول لي يا اخي الذبحه دي لا يا اخي الذبحه بتاع شنو؟ او شايل له تجاره او ده كله توري العقيده تخليك. شفت الذول ده لو لفي له بنجو بثلاثه كروت تخليه تقول له بس خليك ابدا بالعقيده. وبعد ذاك لا من عقيد تصصح بيدع السيارة هناك بيدع البمو. وقت السلفيين ديل من زمن إلى قيام الساعة دائما الزول يعني الناس اللي برجعوا أهل معاصي أهل معاصي يا جماعة. نعم نعرف التوحيد بخلي الحياة دي كلها. أما زول ما نادر إنه زول صاحب بدع وشرك ده ما نادر. صاحب البدع ديل الرسول قال نادر صاحب البدع يتوب. إن كده الرسول قال إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها يخليها. ربنا حاجب عنه التوبة. أما على المعاصي في الغالب حتى دائما تلقاهم شنو؟ قريبين لأهل السنة والجماعة. يقول لك والله نحن ومقصرين وبحب أهل التوحيد. ليه؟ لأنه عنده وعارف مشكلته دي خطأ. كان بيشرب خمرة، كان بتاع زنا، كان بتاع المهم أغليه كله بيخليه. فانت اول ما تدعو تكون ذو النجيط زي ما قال لك ما تبارد كنت تبع الحزبين ديل ومارك ويقولك تترعرع وما تترعرع زي ما قال الشيخ شهاب قبيل. تترعرع كله نام من عمرك يبقى 60 سنه انت لسه ما ترعرعت والله جد. فينو انت عرفت حديث طوالك بمارك بدقوا في القهوه في الشارع بعض الوالي انت مارك قولوا ربنا بيرفعك ربنا بيرفعك بالحديثة والله ربنا يرفعك. انت لو كان نيتك حتى لو بعلمك البسيطة ربنا بيرفعك. اما تسكت ساعة تقول لا من احفظ القرآن ولا من شنو ولا من الاربعين ما كده ما بتحفظ. وحتى لو حفظت ذاته حتكون في الطين. حتى لو حفظت وناس كتار حفظوا قعدوا تحت المشايخ الكبار. في ناس قعدوا تحت الشيخ العثيمين رحمه الله والشيخ ابن باز والشيخ الالباني حسهم مبتدعة مبتدعة قعدوا تحت مشايخ كبار. فيا عبد الله انت المشايخ ديل ما شفتهم ربنا ما قعدك تحيطهم لكن شرايطهم موجودة رحمه الله تعالى وكتبهم موجودة. امشي في دربهم امشي في دربهم. اما تمشي في دربهم زي ما قال لك ده يجي الحلبي ده قال تحت قال كان تلميذ الالبان هو مبتدع. حلبي ده عنده داير الناس كله يكونوا جوا. صار السنة جوا المشرك الظوفي
البلاغاتي أخو مسلم كله صفوجية ما كله 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 ما بيبغى والله كله ما بيبغى بس اللي عرفناه ده كله نهائي ما بيبغى انت خليك على الحق ولو كنت براك براك عشان كده ما تتابع لك رايل سفيان الثوري قال شنو رحمه الله قال إياك وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول يعني زول يمكن يجيك زول كبير وعمته 7 أمتار ودقن كبيرة وزخرف لك الكلام كلام طيب وكلام يلا لغة عربية نحن حسي بندرف ساكت وحيط لا قلت له ما لا ولو زخرفه ده ما تأخذ منه أخذ من السلف وقل من السلف من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وتحت التابعين والإمام مالك أبو حنيفة ديل الناس تأخذ من ديل انت لما تكون ماشي مع الناس ديل حتى لو الدنيا دي كلها أبدك مضلة انت ما عندك انت عندك ناس خاتون قدامك يا هونديك ناسك معرفون يا هونديك والله يد أنا حتى بقول لك شنو قريبة تدين إن رب نظر الله يثبتنا لكن والله ها ده يعني نظر الله الثبات لكن المنهج ده واضح بالنسبة لي ولعن علمي بسيط سجمان لكن والله المنهج ده واضح والله الناس دي كلها لو ضلت ركبة السري أنا ناسي ما عارف يا هونديك النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة وضوي واضح بعد لو ضلت إلا شغل بتاع هوا بس إلا شغل نظر الله الثبات شغل بتاع هوا ده معروف يا نسوان يا ريالات معروف وفي ناس ضلوا بالجانب ده برضو ما صحيح قاعد ياكد ياكد لكن في شوفه الكلام واضح لنا جدا فنظر الله برضو ثبت لأن رب لو ما ثبتك ما بتثبت لأنه في ناس ضلوا فزي ما قلت لك أول حاجة تدعو لها التوحيد ربنا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ده أحسن زول ده أحسن زول وربنا قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ما لي شيخ ولا لي حزب ولا لي طريقة ولا لي جماعة إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله تنزيه وسبحان الله وما أنا من المشركين ده النبي عليه الصلاة والسلام انت لابد تبعد المشركين ده النهاية تبعد منهم ولو بيقول تبعد منهم بعيد وهذا البدع تبعد منهم يعني هاي ما تيجي يقول لك دار اتكلم معاك يمكن يدخل لك شوفها حتى في الجوالات زي ما دائما يذكرنا الشيخ مزمل حفظه الله يعني بيكون في الجوال بتاعك انا والله الحمد لله شيء لحد لما بعرفه بس الحمد لله يعني ما عارف يدخل لك تلقى انصار سنة تلقى واحد جوا يدخل لك شوفها تاني ما تكره اخوك ده عديل كده اخوك الحزي قاعده وفي ناس من اخواننا الحزي ابتعدوا كثير ليه لانه مجرد يا جماعه تكون قاعد مع اخوانك السلفيين دي بتزيد ايمانك والله يا جماعه دي بتزيد ايمانك وقدر ما الشيطان اخوك اداك كلمه استحمله زي ما قال اصبر عليه يا ناس واحد يقول لك يا اخي انت ذول مبتدع بتقول انا دائره يمكن ارجع مبتدع ايه بتضل لك انت اخوك ما صبرت عليه اداك كلمه صرى لك شنو يعني اصبر عليه اصبر على اخوك لانه الشيطان داير يبعدك ويقول لك لا امش لديك وديك واحدين الناس كلها واحدين واحدين بدعين واحدين بدع واحدين بدعين غنى واحدين بدعين هوى الا ما رحم الله عشان كده السلفيين ديل يعني في لو جاء الكلام المفهوم الصاغيته على حسب فهمي سلفيين ديل اهلك يعني بس لا فهمي غيتو اهلك يعني سلفيين ديل اهلك يعني اهلك أنا مثلا واحد زمان لو سافر حتة في الغرب في الشمال في الشرق ها يعني أنا حصل مرة سافرت زمان على جهة نيالة كده ما أكذب عليك والله ده الحق في التزعينات وأنا كنت زمان راكب القطر ما أعرف ها فكان أكان يعني في أمنيتي كده قال لي ذول شنو؟ ذول من نهالي ذول يعني من نهالي يعني بس أما حزن والله حسي ما داري اشوف الا ذو السلف والله يا جماعه والله من جوا ذو السلف اذا اهلك والله تدعو الله يقول الكلام بخارس الله تدعو الله ما يكون فوريا
جزاك الله خير، بارك الله فيك. قدم الشيخ أحمد.